لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. بسم الله الرحمن الرحيم، نقدم لحضراتكم نشرة الأخبار ليوم الاثنين الثاني من ذي القعدة لعام 1436 للهجرة، الموافق 17 من أغسطس لعام 2015 للميلاد، تأتيكم من موقع أنا السلفي. أكد محمد صلاح خليفة المتحدث الإعلامي باسم حزب النور أن النور وضعه القانوني والدستوري سليم تماما، ولا تشغله تلك الدعاوى التي يطلقها البعض هنا وهناك بحل الحزب، مطالبا الجميع باحترام القضاء ومؤسسات الدولة وعدم التدخل في اختصاصاتها. وأضاف صلاح خليفة خلال مداخلة هاتفية لبرنامج على مسؤولياتي مع الإعلامي أحمد موسى على قناة صدى البلد أن مصر دولة مؤسسات، والقانون وضع ضوابط معينة لحل الأحزاب فلا ينبغي لأحد مخالفتها، مشددا على أن لجنة الأحزاب هي المنوطة بالتحقيق في مخالفات الأحزاب من عدمه. اجتمع علاء صالح العناني وكيل أمانة حزب النور بمحافظة المنيا بأعضاء المكتب التنفيذي لمركز مغاغة والعدوى لمتابعة خطة العمل الشهرية والاستعدادات للانتخابات البرلمانية المقبلة. ارتفع عدد ضحايا مجزرة منطقة دوما التابعة لريف العاصمة دمشق إلى 120 قتيلا و200 جريح، وذلك بعد أن شن طيران نظام الرئيس بشار الأسد غارات جديدة أدت إلى وقوع المجزرة بحسب ما أفاد به ناشطون ميدانيون. لقي 3 أشخاص مصرعهم وجرح أكثر من 10 أشخاص في قصف بالبراميل المتفجرة استهدف مدينة داريا في غوطة دمشق الغربية. سلطت صحيفة الاندبندنت البريطانية الضوء على الانتهاكات التي يرتكبها تنظيم داعش بمدينة سرت الليبية بعد استيلائه عليها، وكانت أنباء تواردت عن ذبح 12 شخصا على يد ميليشيات التنظيم وتعليق أجسادهم على صلبان، فيما صرحت الحكومة الليبية بأن هناك مذبحة حقيقية تدور بالمدينة الليبية في إطار محاولات التنظيم لفرض سيطرته على مساحة أوسع من الأراضي الليبية. قتل شاب فلسطيني ظهر اليوم الاثنين برصاص جيش الاحتلال الإسرائيلي بالقرب من نابلس شمال الضفة الغربية بحسب الهلال الأحمر الفلسطيني وشهود عيان. توغلت قوات الاحتلال الإسرائيلي صباح اليوم الاثنين لمسافات محدودة شرق مدينة رفح جنوب قطاع غزة. أعلنت قيادة القوات السعودية المشتركة أمس الأحد مقتل عسكريين على الحدود الجنوبية للمملكة مع اليمن. استهدف طيران التحالف العربي الاثنين 17 أغسطس منزل مسؤول موالي للحوثيين في إب، وذلك غداة قصف قاعدة الديلمي في صنعاء، كما قصفت المقاتلات العربية مواقع بالبيضاء وصعدة وحجة ومأرب. قال وزير العدل اللبناني أشرف ريفي في بيان إن الأمين العام لحزب الله حسن نصر الله لن يكون مرشدا للجمهورية وفق ما نشرت النهار اللبنانية الاثنين، وأضاف إن كلامك عن عدم صحة وجود طائفة قائدة أو حزب قائد هو كلام نقيمه في الاتجاه الإيجابي، لكن القول يبقى قولا حتى يقترن بالفعل، بحيث تسلم سلاحك إلى الدولة التي يفترض ونقبل أن تكون الدولة القائدة والتي نحتكم إليها كلبنانيين باعتبارها الضمان لنا ولأجيالنا. كثفت إيران من ضغوطها على رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي والأحزاب والتنظيمات الشيعية العراقية لحماية رئيس الوزراء السابق نوري المالكي الذي بات مطلوبا للقضاء من أي مساءلة قانونية ومنحه منصب رئيس كتلة التحالف الوطني. ووفقا لصحيفة الوطن السعودية، قالت مصادر برلمانية من كتلة التحالف الوطني التي تضم جميع الأحزاب والحركات الشيعية إن كلمات المرشد الإيراني علي خامنئي تعني صراحة تهديده بتدمير كل العراق إذا تعرض المالكي للمحاسبة أو المساءلة. أكد وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف أن بلاده لم ولن تغير مواقفها التي أعلنتها منذ بداية الأزمة في سوريا، وشدد على رفض بلاده اشتراط خروج الأسد أو تنحيه في نهاية الفترة الانتقالية. أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي مساء أمس قانون مكافحة الإرهاب والذي يبدأ العمل به من تاريخه. قررت وزارة الأوقاف أن يكون موضوع خطبة الجمعة القادمة بكافة مساجد الجمهورية حول ضرورة محاربة الفساد والإهمال، وبيان أن القضاء عليهما واجب شرعي ووطني.
احتلت جامعة القاهرة المرتبة 409 في التصنيف الصيني لعام 2015، وذلك وفقا للتقرير الذي يصدره معهد التعليم العالي التابع لجامعة جياو تونغ شنغهاي حول ترتيب أفضل 500 جامعة عالميا. أحبطت قوات الأمن هجوما على أحد الارتكازات الأمنية جنوب رفح، وتمكنت من قتل وإصابة 10 من المهاجمين، وأصيب 2 من قوة الكمين. قال الدكتور أشرف حاتم أمين المجلس الأعلى للجامعات إن المجلس أصدر 3 قرارات عاجلة بشأن التعليم المفتوح، أولها أن يكون التسجيل بكليات الحقوق والإعلام لخريجي الثانوية العامة فقط بعد 5 سنوات من الثانوية العامة. قرر الدكتور صلاح الدين هلال وزير الزراعة واستصلاح الأراضي إحالة عدد من المسؤولين بالهيئة العامة للإصلاح الزراعي إلى النائب العام في واقعة الاستيلاء على مال عام وإهدار مبلغ قيمته أكثر من 6,583,000 جنيه. أكد الدكتور محمد اليماني المتحدث باسم وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة المصرية أن الانقطاعات التي تشهدها معظم المناطق على مستوى الجمهورية خارجة عن إرادة القطاع وليس بسبب تخفيف الأحمال، لافتا إلى أن هذه الانقطاعات نتيجة أعطال في كابلات الكهرباء التي تتأثر بارتفاع درجات الحرارة. كذب الشيخ أحمد المحلاوي الداعية الإسلامي وإمام مسجد القائد إبراهيم بالإسكندرية أن يكون شارك في مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى أمس على قناة صدى البلد، وأكد المحلاوي أنه سيتخذ الإجراءات القانونية ضد البرنامج ومقدمه أحمد موسى. تشاهدون اليوم على موقع أنا السلفي باب مرض النبي صلى الله عليه وآله وسلم ووفاته 3 من سلسلة كتاب المغازي من فتح الباري فضيلة الشيخ أحمد فريد. المحاضرات من 21 إلى 23 من سلسلة تفسير سورة الحديد فضيلة الشيخ ياسر برهامي. سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم، مادتان من سلسلة الأنبياء والتكفير الشيخ سعيد الروبي. دروس من قصة نبي الله آدم عليه السلام 1 تعريف وتمهيد من سلسلة قصص الأنبياء، وإخراج الزكاة وبيان أهل الزكاة ومن لا يجوز دفع الزكاة لهم من سلسلة كتاب الزكاة من الملخص الفقهي الشيخ سعيد محمود. تقرؤون اليوم على موقع أنا السلفي فضل تعلم وتعليم القرآن فضيلة الشيخ أحمد فريد. نفوس مشوهة ونفوس كبيرة الدكتور محمد إبراهيم منصور. فتح قلبك الشيخ إيهاب الشريف. تفريغ المحاضرة 20 من سلسلة السلفية ومناهج الإصلاح المهندس عبد المنعم الشحات. قدمنا لحضراتكم نشرة الأخبار من موقع أنا السلفي، نشكركم على حسن متابعتكم وإلى لقاء متجدد إن شاء الله تعالى.